أحرقت صناديق الاقتراع في بغداد وسقطت ورقة التوت الأخيرة عما يسمى ديمقراطية العراق الجديد. تصاعد الجدال ومنسوب الاتهامات بين شركاء العملية السياسية بعد الحادثة، فحاول كل طرف دفع التهمة عن نفسه والتحذير من مآلات الأمور. وخفتت بالتزامن مع ذلك أصوات أخرى اعتادت الترويج لنزاهة العملية السياسية، لا في العراق فحسب بل حتى من الدولة التي تزعم أنها جلبت الديمقراطية للبلاد. موقع ميدل إيست إيفرس الأمريكي المعني بأزمات الشرق الأوسط قال في تقرير له إن احتراق مستودعات صناديق الاقتراع في بغداد يؤكد أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة مزورة، وأن التوقيت الذي وقع فيه الحريق يقوض نتائجها المشكوك بها أصلاً. أما خسائر الحريق فتأرجحت وفقاً لتصريحات المسؤولين الحكوميين بين طفيفة وكبيرة، حتى أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن ألسنة اللهب قضت على إمكانية معرفة الأوراق الصحيحة من الباطلة بعد احتراق الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتسريع النتائج وأجهزة التحقق من الهوية، بحسب عضو اللجنة النائبة حمدي الحسيني. الحسيني أشارت إلى أن الحريق مفتعل ومخطط له، لافتة إلى أن المستودعات متباعدة ومنفصلة، والحريق لم ينتقل بشرارة من مخزن إلى آخر، بل أضرمت النار في المخازن مرة واحدة، وهو ذاته ما أكده شهود عيان من أن المسلحين أجبروا حراس المستودعات على المغادرة قبل إضرام النار فيها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مختلفة. قائد عمليات بغداد جليل الشمري خرج معلنا فتح تحقيق في الموضوع، مؤكدا أن النتائج ستظهر قريبا. التحقيق راح بدأ من اللحظة هاي، اليوم بدأوا الإخوان في مكافحة الإجرام بدأوا بالتحقيق، وأيضا الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق، وتعرفون الدفاع المدني يعرف عنده يعني منظومة متخصصة، هو يعرف سبب الحريق. أما هاي كلها إن شاء الله في الوقت القريب راح تبين. لكن الوقوف على أسباب الحريق في حالة مثل العراق تستدعي وقفة سياسية وفهما لأصل الأزمة، لا تحقيقا جنائيا لن يخرج بنتائج كما حدث في السابق مع حرائق الوزارات.